تحت شعار زايد والتراث أصالة قائد وهوية وطن، أقيم المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ بنسخته السادسة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واختير هذا الشعار احتفاء بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وحرصت دولة الكويت على المشاركة في المؤتمر للتعبير عن المواقف المميزة للشيخ زايد طيب الله ثراه. مشاركتي يمكن في هذا المؤتمر مشاركة ترتبط أيضا بالمغفور له يعني الشيخ زايد آل الهنيان رحمه الله، وتتعلق بورقة علمية قدمتها ودراسة ميدانية قمت بإعدادها تتعلق في المغفور له الشيخ زايد. تتحدث هذه الورقة عن الشيخ زايد في عيون الكويتين، كيف ينظر، تدور يعني هذه الورقة بمحتواها بأبعادها، كيف ينظر الكويتيون إلى المغفور له الشيخ زايد آل الهنيان رحمة الله عليه. ضم المؤتمر أيضا أكاديميين وباحثين وخبراء من جامعات دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات والأقسام ذات الصلة في مجال التراث والتاريخ الشفهي، بالإضافة للمختصين في العلوم الاجتماعية والتاريخ، والذين أثنوا على العلاقات المميزة التي أسسها الشيخ زايد رحمه الله مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون. طبعا العلاقة مع دول الكويت الشقيقة علاقة قديمة منذ القدم، قبل حتى إنشاء الدول، علاقة مترسخة على مر السنين ومنذ الأجيال. والشيخ زايد رحمة الله عليه وطيب الله ثراه بالعكس مد هذه العلاقة وقواها للأقوى وللأفضل في على أو على مستوى جميع المجالات، سواء كانت مجالات ثقافية تراثية، مجالات اقتصادية، مجالات اجتماعية سياسية. العلاقة لا غبار عليها، علاقة قوية ومتينة، والآن الحكومة الرشيدة مستمرة بها العلاقة إن شاء الله. أهداف عديدة للمؤتمر، أهمها الحفاظ على التراث الأصيل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الجهود المبذولة في حماية التراث الخليجي والحفاظ عليه من خلال نقله من جيل إلى جيل. علاقات مميزة تجمع الكويت بجارتها دولة الإمارات من خلال تاريخ ومواقف كبيرة ترسم ملامح هذه العلاقة التي وضع أسسها الشيخ زايد رحمه الله. لتلفزيون دولة الكويت، كنان لحدو، أبوظبي.